مرحبا أصدقائي. مرحبا جد كريم. من أصدقائي نسى نلتقي، ترى من هو هذا الصديق؟ هيا اركبوا معي في رحلتي، هيا معا في قطار الحكاية. واحد اثنان اقفز. يبدو أن عصفورة رأت أحدا، هل تعرفون من هو؟ أخبروني. أنا ذيلا طويلا، هل هي جميلة؟ لا، يوجد جرس على ذيل جميلة. عرفتها، إنها فلولة. نعم نعم، وماذا تفعل؟ أرى عربة تيك وتاك. فلولة مع تيك وتاك. أحسنتم، أنتم محقون، إنها فلولة، ولا بد أن تيك وتاك في مكان ما هنا. هاي، مرحبا بكما. مرحبا كابتن كريم، لدينا مسابقة قفز وفلولة الحكم. مسابقة قفز؟ هذا ممتع. مرحبا فلولة. مرحبا كابتن كريم، انظر تيك وتاك، استعدا. مستعدا. هنا خط البداية، مكانكما، استعدا. هيا. آه، قفزة رائعة. ترى من الفائز؟ إنه تاك. هاي، ربحت، ربحت. الفارق بسيط. مرة ثانية، ابدأ الآن من هنا. مستعدان؟ ها نغماتك جميلة يا عصفورة. خسرت بسببها. كم مرة فزت يا تيك؟ أنا فزت ثلاثا. وأنا أيضا. هيا نلعب جولة فاصلة لتحديد الفائز. حسنا، ولكن من دون أصوات يا عصفورة. انظر كيف سأغلبك. ثلاثة اثنان انطلقا. أعيدي أذنيك إلى الوراء يا تيك، العبرة بالأقدام. من برأيكم الفائز، تيك أم تاك؟ الفائز تاك. أظنها تيك. من الفائز فلولة؟ الفائز تيك. ياي، أنا بطلة القفز. تيك هي البطلة، تيك هي الفائزة. مبروك تيك، هل نلعب ثانية؟ مهلا مهلا، علينا اصطحاب صديق آخر. نعم، نريد اللعب مع صديق جديد. اللعب أمتع مع مجموعة. هيا، لا أستطيع الانتظار، ترى من سيكون؟ الكل جاهز؟ وأنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا على مد قطار الحكايات. يبدو أن عصفورة رأت أحدا، هل تعرفون من هو؟ أرى أربعة أرجل وبطنا. ما هذا؟ ذيل؟ نعم، وعليه حلقات، إنه لبلوب. أحسنتم، يا لكم من أذكياء. وهاي، مرحبا أصدقائي، انظروا إلي. مرحبا لبلوب، هل تريد أن تتحداني في مسابقة القفز؟ أنا البطلة. طبعاً، أنا لبلوب الشقلوب، أحب القفز والقفز يحبني، وسأكون الحكم. رائع. شكراً فلولة. يعني لن تشاركين القفز؟ لا مشكلة، لبلوب محق، إنه دورك الآن. ولكني لا أستطيع القفز. إذن لنتنافس في شيء آخر. نعم فلولة، الاختيار لك. أنا؟ حسناً، ما رأيكم في مسابقة للدحرجة؟ لبلوب، آسف، هل كسرت شيئا ما؟ والآن اقتربوا جميعا. ستكون مسابقة مسلية جدا. هيا إلى سباق الدحرجة، اصطفوا جميعا، وأول من يصل إلى خط النهاية يفوز. اتفقنا؟ مستعدون كابتن. مع إشارة عصفورة، خذ مكانك، استعد.
من برأيكم سيكون الأسرع؟ فلولة في المقدمة، ولكن تيك ستلحقها بسرعة. فلولة انتبهي منعطف. هاي يا تيك، ما أسرعها. لبلوب آسل بزلاجاته. أسرعي فلولة. ربحت. وأنا خسر. ما أسرعك فلولة. صحيح، أنت بطلة الدحرجة. مبروك فلولة، تفضل جائزتك. سباق ممتع، أحسنتم جميعا. والآن وبالسرعة نفسها إلى ركن الحكايات. ركن الحكايات، سابقوني. ها عصفورة، هل نحن جاهزون؟ وأنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا على مد قطار الحكايات. سنستمع إلى حكاية أظنها عن القفص أو الدحرجة. من يريد حكاية؟ كلنا نريدها عن المسابقات. وجدت الحكاية. مستعدون للاستماع والاستمتاع؟ أنا جاهز كابتن. ابدأ الحكاية. لا. جاهز. وأنتم مستعدون معنا لسماع الحكاية؟ نعم كابتن كريم. عنوان الحكاية الضفدع الأخضر النطاط. واو. وهي حكاية عن ضفدع أخضر وكنجر أحمر وسمكة صفراء. قرب نبع الماء أخذ الضفدع الأخضر يقفز ويقول: أنا النطاط الأشطر، نطة فوق نطة تحت، يمين شمال، أنا النطاط الأمهر. يبدو أنه سيتحدانا في القفز. هتف كنجر: لا أعتقد يا صديقي، انظر، حتى يا بطة سأنط نطة. بوينغ بوينغ. همس الضفدع بحزن: يبدو أنه معك حق. ثم قفز إلى نبع الماء. سبح الضفدع قليلاً ثم هتف: أنا أفضل من طرطش في الماء. وغنى: طرطش رشرش طرطش، أنا المطرطش الأشطر. فجأة ندته سمكة: لا أعتقد يا صديقي، انظر إلي، سأطرطش وأرثرث وأبلبط. سبلوس سبلوس. همس الضفدع بحزن: فعلاً أنت في الطرطشة أفضل. ثم قفز إلى الصخرة. رد الكنجر: ولكنك يا صديقي النطاط المطرطش الأشطر. وقالت السمكة: وأنت بالتأكيد المطرطش النطاط الأمهر. فرح الضفدع وغنى: نعم نعم، أنا النطاط المطرطش الأشطر، أنا النطاط المطرطش الأمهر. طرطش رشرش تنتعش. النهاية. يا لها من حكاية رائعة. واو، ضفدع متعدد المهارات. نعم، يمكنه القفز مثلي، كم هو بارع. وأنت هل يمكنك القفز في الماء مثله؟ طبعا، سهل جدا. طبعا لا يا تيك، نحن لسنا ضفادع حتى نقفز في الماء. أعرف أنه طرطوش. وأنتم ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم في الحكاية؟ هيا حان دوركم لكي تمثلوها. سأقفز كالضفدع الأخضر. سأقفز معك. نطة نطة مثل الكنجر. وأنا سأقفز مثل الكنجر. سنسبح في الماء مع الأسماك. مرحبا سمكة، مرحبا. الكنجر يقفز. نطة بوينغ بوينغ نطة. سأجلس مثل الضفدع. الآن إلى الماء. رش سلاح رش سلاح، رش رش طرطش. هيا نطرطش في الماء جميعا. أحسنتم، تمثيل رائع، شكرا. أحسنت الدحرج لبلوب، تعلمت جيدا من فلولة. ولبلوب سيعلمني القفز مثله. رائع فلولة، وستصبحان مثل الضفدع الذي يجيد أكثر من مهارة. واو.
سعيد باستمتاعكم بالحكاية، ويا له من يوم مسل، ولكن حان وقت الذهاب إلى القطار. إلى قطار الحكايات. سلام أصدقائي، سأعود ومعي حكايات جديدة، لأننا جميعا نحب الحكايات. إلى اللقاء كابتن كريم. أحب الحكايات الخيالية. أحب حكايات البطولات. أفضل حكايات الدراما.